رعى المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن حفل انطلاق فعاليات الرياضة الروحية السنوية لكهنة أبرشية الروم الملكين الكاثوليك في الأردن، والتي أقيمت في بيت الزيارة التابع لراهبات الوردية تحت عنوان الراعي الصالح. إلى التفاصيل. رعى سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن الرياضة الروحية السنوية لكهنة أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن في بيت الزيارة التابع لراهبات الوردية في العاصمة عمان. حضر اللقاء الذي حمل عنوان الراعي الصالح المونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وكهنة الأبرشية من كافة محافظات المملكة. وفي بداية اللقاء تأمل المطران جبارة في رسائل معلمنا بولس الرسول التي تحث على الخدمة الرعوية والكنسية للكهنة والموعوظين. نحن اليوم برياضة روحية مع كهنة أبرشية بترا وفيلادلفيا في الأردن مع الأب سميح رعد، أحد كهنة أبرشية صيدا سابقا وهو اليوم يعمل في فرنسا، شيء حتى يمضي معنا 3 أيام في رياضة روحية حول الرعاية وحول واجبات الكاهن في رعايته والأسقف في أبرشيته وحول واجبات المؤمنين تجاه روعات من أساقفة ومن كهنة. نتمنى من الرب اللي بيعمل بحياة الكنيسة أنه يعمل بحياة كل كاهن من كهنتنا، بحياة الأسقف الراعي الأول وبحياة الكهنة الرعاة المساعدين. نطلب من الروح القدس لأن قابلين لأن واصلين على العنصرة أنه الروح القدس أيضا يفعل فعله بحياتنا نحن الرعاة لكنيسة المسيح، لكي تبقى أبرشية الأردن وأبرشية بترا وفيلادلفيا كنيسة متألقة لمجد الله الآب. أمين. وعرض بعدها فيديو قصير عن رسالة البابا فرانسيس الذي خص هذا الشهر للصلاة من أجل الكهنة في العالم، حيث تأمل الآباء في كلمات البابا وإرشاده الروحي لأبائه الكهنة. وبعدها قدم ضيف اللقاء الأب الواعظ الدكتور سميح رعد القادم من فرنسا عدة محاضرات عن الرعاية الكهنوتية والتحديات المعاصرة التي تواجه الأباء في أيامنا هذه، لافتا إلى حلول عملية يسعى الكاهن العمل عليها استنادا لتعليم الكتاب المقدس. يعني قداسة البابا فرانسيس كل يوم يدهشنا بشيء جميل في حياة الكنيسة الكاثوليكية ب 2019-2018، والشيء الأجمل أنه فكر بالكهنة في هذا الشهر المبارك أن تكون خلال هذه السنة شهر مكرس للصلاة لأجل الكهنة، لأجل حياة الكهنة، لأجل أن الكهنة يستعيدوا هويتهم، يستعيدوا فهمهم لدورهم في حياة الكنيسة الكاثوليكية في عالم اليوم. يعني طبعا الأخوة الكهني كهنة الأردن الأكثرية منهم كانوا زملاء صف أو كانوا أو درستهم في معهد القديس بولس بحريسة، وخبرتي معهم جميلة جدا، وكهنة الأردن معروفين بطيبتهم وحياتهم الصادقة وشفافيتهم، وأنا كثير سعيد أنه جيت أعمل خلوة أنا وياهم. بهالأسبوع رح نتكلم سوا، رح نفكر سوا حول دور الراعي، دعوة الكاهن كراعي، دعوة الكاهن كمعلم، رح نفكر سوا حول الشيء الذي دعينا لحتى نعيشه ككهنة. ورياضة روحية بالمبدأ هي لحظات خلوة نصلي فيها مع بعض، نرتد فيها مع بعض، نهتدي فيها مع بعض، نشوف الروح القدس شو بدي لهمنا. وخلال اللقاء طلب كهنة الأبرشية من أبناء رعاياهم الصلاة لأجلهم كي تمطر السماء عليهم نعما وبركات من خلال هذه الرياضة التي تغني حياتهم وأنفسهم من الروحانيات وتنعكس إيجابا لخدمتهم الرعائية.